أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هنا تقول المرسلة صاد عين نون. أختنا تسأل عن 3 كتب دفعة واحدة وتطلب رأيكم فيها شيخ صالح. الكتاب الأول هو كتاب البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن العناية كتب اختيار النافع منها أمر مهم، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم المختصون في معرفة هذه الكتب وما فيها. أما ما سأل عنه السائل وهو كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، فهو كتاب في التاريخ، في موضوع التاريخ من أول الخليقة إلى آخرها، إلى آخر الزمان. ذكر فيه تاريخ الأمم السابقة وتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكر الوقائع والحوادث التي تجري بين حين وآخر في مختلف القرون. وقد يكون من بين هذه الحوادث ما هو غريب أو يحتاج إلى تمحيص، وذكر فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه غزوات وجهاد الصحابة والخلفاء الراشدين وفتحهم للبلاد ونشرهم للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وذكر فيه ما جاء بعدهم من الدول، دولة بني أمية، دولة العباسية ومن جاء بعدهم، وذكر فيه ما يجري في آخر الزمان مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك أشراط الساعة وعلاماتها وما يقع في آخر الزمان من الفتن والملاحم. كل ذلك مما يفيد المسلم، فإن المقصود من قراءة التاريخ ليس هو مجرد التسلية أو الاطلاع فقط، وإنما المقصود من ذلك الاعتبار والاتعاظ والاستفادة من ما حصل ويحصل، أن يكون المسلم على بصيرة من أمره ويكتسب العبرة والعظة. وقد قال الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله فقد أضاف أعمارا إلى عمره. هذا هو المقصود من الاطلاع على كتب التاريخ والحوادث.